كتزعل على بشعبي باينه وزيت لنا شي حاجه عاجبك بزاف. انا ملي كنشرح حتى انا حافظك كيكون عاجبك الحال فهمت. على غفله ما قريب حساب. مرحبا سي بشعبي. مسلم دوسو هي جوج فكرات هي جورجيت ماشي اي مسلم، ما كنعطيكش مسلم عادي، مسلم جورجيت لصالح الطرز وصالح التنباس. وعطاك عاوتاني جليله زوينه زوينه بزاف معها الحرير كيف كنقولوا لاسوا يعني اوريجينال ما كيدير ما والو. وعطيك موسلين يعني شفاف يعني ترونسبارون. وكنعطيك جليله بيد دو بيس ديال الوقت كيف كنقولوا حنا ديما كيف العاده خاص معنا حنا كنسبقوا الحدث. انا عطيك جلابه ان شاء الله على ديال هذا الصيف هذا من دابا وانت كتلبسي كونوا عاقلين معايا وحنا السباقين. وشوف اللوينات اللي كنوريك وشوف التكرار اللي غادي نعطيك. هنا بغيت ندير موسلين الفوق كيف درت لي انا بحال هكذا. انا غنخدم معك دابا اصلا غير في الموسلين الفوق هو الاول، عاد غنرجع معك الموسلين اللي غادي يكون التحت. علاش؟ حيت دابا هذا موديل اكثر ما هي جلابه. هاد الجلابه هادي تقدر تستغلها بوحديتها وتقدر تستغلها كذلك مع لا موسلين. بالنسبه للثمن ديال هذا راه قول داير 250 درهم ولكن اللي ما غاديش ندير لك هذا الثمن. هذا 350 درهم ولكن اللي ما غاديش ندير لك هذا الثمن. غنجمعهم لك بجوج اختي وغادي نقول لك 500 درهم، يعني هاد الخير كامل 10000 ريال. انا درت هاد اللون هذا مشيت على الارض ما بغيتيش ديري هذا، تقدر دير هذا اللون، تقدر دير الفيشي وتقدر دير كذلك حتى هاد الباجطابو. بالنسبه للاختيار كيبقى لك. واللي بغيت نقول لك عاوتاني حاجه اخرى باش نبقى سمح من بعد غير نسرح بلا ما نكثر الهضره كيف كنقولوا. بغيتي ديري اختي عاوتاني هذا التحت راه ممكن. فين كيبان؟ كيبان في راس الكم يعني في الشكل ديال البانتا، وكيبان في السفنه السطوق، وكذلك راه ولا موديل جديد كيف كنقترحوا عليكم. حنا جينا لكم فكره جديده وبغيت ديريها في العطفه راه ممكن. غير العطفه ديالها خصك تمشي بها تقريبا واحد 4 ديال السنتيم. علاش؟ باش تزيد الجلابه حلاوه. وديري لها عاوتاني كذلك افتحات في الجناب باش يبان لا موسلين وتبان كذلك عاوتاني. هذه الثمن ديالهم 500 درهم. دابا خليني نسرح اخو محمد وغني الملحون اللي عجبك. نغني الملحون اخويا بشعيب. كما قلتي هاد الجلابه لونصوب راه بشعيب ناقص لكم فيها تقريبا 200 درهم، اما الا خديتي كل واحد بوحدو راه غادي تقام عليك ب 700 درهم. دابا هذا راه ميني باك ديال الجلابه، راه غادي تكوني انتي اختي مستافده. ثاني حاجه اخويا بشعيب راه هذا هو اللي كيدوس في الخاتم، راه نفس التوب ديال الماركه ديال فيرزاتشي وغوتشي، هادوم ديزاينات واحدين اخرين، ولكن بشعيب راه جاب لكم يعني ميكس خيلوطه ودار لكم جوج موديلات، يعني دار لكم هذا المسلم من الفوق ودار لكم هاد التشكيل. خليكم معنا حتى الاخر ديال الفيديو باش تشوفوا المسلم من التحت عاوتاني كارناج ديالو خاص. وعاد اللي بغيت نقول لك عندك الكارناج اسمح لي خويا هادشي ما كنفرضوش عليك ولكن كنقلب انا اللي يناسب وكيجي احسن، يعني كنفكر بزاف د الحوايج. هذاك الروم الا بغيتي تغيري اختي التحتاني راه عندك الحق تغيري التحتاني، ديري له اللي عجبك كيف كنقولوا حنا الناس اذواق. حنا كتهمنا الخدمه كنعطيوها حق ونديروا اللازم والواجب. واش بغات الثوب التحتاني واش طلب الفوقاني؟ الا ما كانوش كيناسبوا بعضياتهم يعني راه ما كنجوجوش، ما غاديش نجوجو شي حاجه اللي ما كتستحقش او ما كتستاهلش. راه موت بدل عليها المجهود هذا باش تصورها نقدمها لكم، يعني الا ما كانش شي حاجه حلوه كيف كنقولوا حنا دارت حمارة الوجه راه ما نديرهاش. هنا درت هذا الفيشي الفوق، بغيت ندير عاوتاني التحت كنت من العشاق اللي كيبغوا شي حاجه فلاشي. هذا الفير عاوتاني كذلك شوف كيف داخل فيه لو جو سيترون والفير رويال، يعني راه داخل فيه كذلك الفير دو، يعني هذوك الوينات بغيت تخدم بهم الموستين والطرزي في السوق او ديري كذلك راندا راه كتجي غزاله. الثمن كيبقى على كل شيء بحال بحال، كيف خديتي هذه كيف خديتي هذه. بغيتي لا موسين بوحديتو توا كذلك غنخلي لك واحد الثمن اللي هو زوين اللي هو 200 درهم. والعبار ديالو 2 متر ونص على متر ونص، واللي بغات فيه 6 متر 7 متر يعني راه كاين يعني موجود. نعطيك الاول اللي بغيتو الميتراج اللي بغيتي باش اللي بغيت تفكر دير لبسه ولا شي حاجه راه ممكن، يعني مع الكتي غير تسول تقول لي شنو شاغل بالك وفاش حيرتي وفاش وحال تختي حنا نتعاونوا معك. بالنسبه لي كنوريك دابا اللوينات اللي كنوريك اللوينات اللي هما متميزين ومجلطين شو مدايعين شو نقدر نقول لك يعني كاينين عندنا بوحديتنا. علاش؟ حيت ما كنعطيكش الثوب كنعطيك لمسه قبل الثوب، وعاده الثوب راكم كتعرفوه وخديتوه وجربتونا وتعاملتوا معنا. الثقه بيناتنا كيف كنقولوا راه كاينه وكتثبت نهار على نهار، كتثبت بان راه حنا كنثقوا فينا وحنا كنثقوا فيكم. وهذا هو السر اللي كيخليني ديما كنجتهدوا وكنقلبوا على ما احسن لا في الثمن ولا كذلك حتى في الكارناج ديال اللوينات. وكنفكروا بجميع البشرات، يا بيضاء يا سمراء يا قمحيه يا طويله يا رقيقه يا عزيه، يعني اي وحده كنقدموا لها الشهوه ديالها وداك الشيء اللي محتاجه ليه وتشوفوا عند روميس وما تشوفوش في بلاصه اخرى. كيف كنقولوا الفيديوهات كيبقاو معلقين تما كبيناتنا شوفوا دور السوق التاريخ مع راسك عطى الله قيصريه عطى الله الصور. ماشي حنا بوحدتنا اللي كنبيعوا الثوب، كاع الناس ولاو كيبيعوا الثوب وما كيعرفوش شنو كيقدموا، والاكثريه ديالهم ما كيعرفوش الوان شنو هو، الاكثريه ديالهم ما كيعرفش كيفاش كيروم. غير كيشوفني مثلا درت هذا مع هذا كيعرف يدير هذا مع هذا، ولكن من غير هذا الشيء هذا راه ما كاين والو، كاين غير تقليد ما كاينش ابداع. اما الا بغيتي ابداع على لا دوز عند روميسه وتواصلي مع الدراري ديالها وتشوفي ما خافيه كان اعظم، لا في الكارناج ولا في الاثمنه ولا في الثوب ولا في الكاليتي ولا في الجوده ولا في الجديد ولا في المعامله. ما نكثرش عليك الهضره بزاف، شوفي شنو كنعطيك اختي. بحال هذا تاو كذلك بغيت ندير النوار التحت راه ما كيعنيش باننا لا راه مفروض عليك ندير النوار الفوق، لا بغيتي ديري النوار التحت ديري النوار. ما عجبكش هذا النوار اختي من حقك تلغيه، تقدري دير هذا الباجطاب تقدري دير الموف، يعني كاين بزاف د الوينات اللي كيمشيو مع هذا. وتقدري تلبسي هذاك بوحدو وتقدري تلبسي الاخر تاو كذلك بوحدو، حيت هاد الموسلين واخا ترونسبارون يعني كيف كنقولوا بامكانك عاوتاني باش تلبسي شي حاجه اخرى. بالنسبه للدريات اللي كيبغات تلبس معاه مثلا غير شي لبسه خفيفه او بيجامه او اي لعبه راه كيمشي. وتا بغيتي
حيت الموديل ديالو هو كذلك نقدر ندير ليه السفيفه شويه اللي كتكون في الجناب ديال لا موسلين بحال اللي كتكادريه بهذيك السفيفه ودير لي غير عاوتاني طريسنات باش تلاقيه من قدام وكتلبس هكا وكيتلبس هكا وهادشي كامل فكره وثمن وكل شيء كاين عند رميسه اللي هو 500 درهم. هاد الفكره اللي كنقول لك انا الخياط خياط براسو ولا مشات اقترح عليك كوني علاقين اختي تيحسب عليك ها هي هي تخلص فيها فكره تخلص فيها مع رميسه كنصيفطك ساهله وكنعاونك وكنعطيك افكار وكنعطيك اقتراحات وكنعطيك اخر ما كاين يعني كنشوف لك الجديد واشنو راه جذاب واشنو اللي يناسبك وديك الساعه بالنسبه للخياط شوف الخياط اللي توا كذلك تكون عنده في صاله مزيانه وتكون كيتقون توا كذلك وكيفيلي باش تلبسي شي حاجه ونكونوا حنا نيت حنا غنفتخروا معك تيغات لبسيها وتفرحي بها وحنا كنحسوا براسنا راح نجنا واحد اللبسه اللي كانت زوينه وكانت نقيه وحلوه وشرفاتنا وكذلك ورضينا الكليان ديالنا شي كامل كنفكر فيه كنديروا بحساب. دابا قريب ندوز اخو محمد غني لي اغنيه ثانيه ندوز دعاء ثاني لاخر نغني لك نغني لك الديسك الثاني سي بشعيب. الحمد لله كنتي كدوي على حساب رميسه السباقه الحمد لله الكليان هذا راه عارف رميسه رقم واحد في الموضه في المغرب كنجيبوا لك اختي واحد الحويجات اللي باقي ما دايعينش في الموضه كاع كتلبسيهم انت هي الاولى كتباهي بهم كتبردي غديدك مثلا في الجلابه ولا في القميص عاد كيبانوا لك ناس وحدين اخرين لابسينها وباشي بنفس الجوده ديالك وباشي بنفس الكارناج وباشي بنفس النخوه وباشي نفس لا طومبي يعني كيكون التقليد والتقليد راه معروف كيلعب على الشوفه ديال العين اما على الجوده راه ما غاديش يلعب لك عليها. حاجه واحده اخرى اختي راه الجلابه ديما كنقولها لهم بشعيب هذه الاغنيه هذه راه كتبدا هنايا عند مولتو يعني باش كتبدا عند الخياط خديتي جلابه نقيه زوينه كارناج زوين ثوب النخوه راه الجلابه راه خديتي واحد 90% ديال الجلابه الخياط راه ما بقى ليه والو هاي فصله لك عام مزيان ولا قايه لك ياك سي بشعي يا خويا وشكون اللي كيثبت هذا الشيء هذا كامل كيف كنقول لك ليا اللي كيجي عندنا المحل ما غاديش نقول لك شكون شكون ولا مرات فلان ولا لاله فلان ولا راجله فلان يعني يكون علاقه بان ما كيجي واحد الكليه اللي كيجي للمحل يعني حنا اللي كنتحاكموا معاه كيف كنقولوا كنتعاملوا معاه وكنديو كنجيبوا معاه الهضره وكنخدموا معاه وملي كنجي كنشوفه كنلقى راسي نيت واحد الكليه اللي عالي وعالي بزاف هو كذلك كيشجعني بان ما كنعرف راسي راه انا كذلك رانا واعر وربما يقدر يكون هذا هو السبب اللي صابني بالغرور واخا ما خاصنيش نتغاب ولكن كنحس براسي كنفتخر بداك الشيء اللي كنقدم واللي كنجيب وداك الشيء اللي كنبدع وكنوري ودوك كيف كنقولوا حنا الواعرين 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 ملي كيجيو كيمشيو فرحانين ومقدين وغادي كيف كنقولوا يعني لقاو داك الشيء اللي بغاو لا بالنسبه للخدمه ولا بالنسبه للمعامله ولا بالنسبه للاقتراحات ولا افكار ديال الخياطه وباغيش نقول لك انا ستيليست فايت ستيليست لي علاش حيت شي حاجه كيف كنقولوا موهبه جا ولي ستيليست غير وحده اليوم كانت نيس تقبيه في الاخير حشمات بقاش بقا تقول لك انا ستيليست صافي سكتات حيت شاف داكشي اللي شافته عند رميسة ما شافتوش من بلاصه اخرى. خلينا من المواقع داكشي راه كلشي راه ما غاديش نامن به شكون اللي كيامن بالواقع كلشي بنادم كيقلد وكيصور وكيهز من هنا وكيحط هنا وكيقول لك انا فنان كينسب شي حاجه اللي ماشي ديالو وكيحسب عليه. اما رميسة انتم كتشوفوا كلشي بيناتكم وراكم جيتوا شفتوا جربتوا عرفتوا عاشرتوا واش هادشي اللي كتقول بالفعل نيت كاين ولا ما كاينش. بحال هذا مثلا درت لهاد اللوجون هذا واخا قليل هنا بغيتي ديري لي كذلك حتى الفيشيه او غوز راه يعني عطا الله اللوينات ديما كنعاود نفكرك اللي كندير معايا الا ما عجبكش عندك الحق تغيري. هنا درت البياسه الثانيه هنا فين غنقول لك غنركز على نص طوق ديال الجلابه وغنركز على الكمام يعني راس الكم وغنركز كذلك على الجلال علاش حيت ولات لاصوا هي اللي ولات الفوق الفاصل الاول داز او المقطع الاول داز ديال لاموستي الفوق يعني الشكل ديالو غديري بحال السوسدي. دابا عندك العكس دابا عندك لاموستي لتحت وعندك ساتا الفوق وتاب هذه كي بغيت لك تلبسي عاوتاني بوحديتها راه ما كتبين ما والو. اسمح لي نسرحها لك شفت هي كذلك العبار ديال جميترونس على مترونس اللي بغات 3 متر راه متوفره الثوب ديالها طايح نازل في لا طومبي نزيد لك حاجه اخرى عاوتاني ما كيلصقش وما سخونش يعني لابساه ومرتاحه فيه الكليما والثمن زوين وزوين بزاف 500 درهم يعني 10 ديال الالوفات. هانا عاوتاني شوف شنو وريتك عاوتاني هنا ما بغيتش هذا بغيتي اختي ديري البلوروا معك غير تصلي مع الدراري والدريات يديروا البلوروا بغيتي ديري جو سيترون كذلك تا هو راه يجي كيبقى على ذوقك انت شنو تشهيتي وشوفي الشكيلات اللي عندك في الدار. الا عندك بحال هذا ما غاديش ناخذ هذا في هذه الحاله غناخذ هذا والا عندي دلوين عاوتاني كذلك ما غاديش ناخذ هذا ناخذ اللون اللي من بعده والا بغيت نطرز عاوتاني وبغى عندي شي راشمه في بالي بغيت نخرجها للواقع راه كتخرجها الكروميسه نقدر ندير لاموستي لتحت وهاد لاموستي الفوق وهاد اللوينات اللي شادين هنا هما اللي غنخدمهم. انا بغيت ندخل كذلك تفرانطر ندخل غير اللي بغيت نقول لك ما تفوتيش ثلاثه الالوان فتي ثلاثه الالوان كتولي كيف كنقولوا حنا بهاد الكلمه سمحوا لي عليها يعني كتولي كتخربقي ما تكثريش اللوان بزاف ولا بغيتي تكثري اللوان بزاف كتولي خدمه اخرى وكتولي جلابه اخرى وكتولي سميه اخرى وكلشي كيصغير. اما الا بغيتي الاناقه وشيه كيبقى داكشي كلاس تلبسي وتعاودي وما تملي ما والو راه ما اللوينات اللي كنعطيك اختي انا وكنقترحهم عليك وماشي انا غير جبتهم كيف كنقولوا نزلوا عليا من السماء وانما راه الخدمه هي اللي طالبه داكشي بحال انا كنبهك لداكشي اللي مطلوب والثمن 500 درهم. اعطيني الاغنيه الثالثه سيدي محمد. الاغنيه الثالثه خويا بشعيب من ناحيه ديال الكارناج نصيحه من عند الكليان ديالي يعني ياخذوا الكارناج اللي كيشوفوه في الفيديو هنايا كما كيتشاف هو
يعني حنا هاد الكرناج هادي راه استغرق السيب شعيب، راه شتك انا يومين وانت كتكرني فيها خويا بشعيب، يعني راه ماشي بسهل باش طيح بحال هاد الكرناج هذا، عطيتيه الخاطر والوقت وتخمام وتطراوم اليوم وغدا وكتمشي للدار وكتخمم وكترجع تراوم عاوتاني تبدل، يعني ما كتخلي ما دير فيه، يعني التروام كنسميه تروام علمي كامل الاوسط، وكتبقى اختي انت هي الملكه، انت هي البرنسيسة، انت اللي عندك الفلوس، انت اللي كيبقى لك القرار ديالك، بغيتي نبدلو لك امر مرحبا الف مرحبا، حنا خدامين المطيعين ديالك. لا لا كيف ما قلت عندك فلوس اسمح لي ديك اخر فلوس تي شاريه شاريه، عجبك هذا خديه، عجبك الاخر خديه، ما عجبكش التحتاني ديالو نبدلو ليك، عندك شي فكره اخرى تاهي كذلك خليها لينا وقولي لنا اختي شنو بغيتي نديرو ونديرو. ونزيد حاجه اخرى معش ما كنبغيش نكثر عليكم حيت هادشي عالم كبير وشكون كيفهم غير الحريفي كيف كنقولوا حنا، اللي هو حريف اللي يسمع على الكلمه واللي الباسر حيت شي كليان اللي كيجي عندنا، هذا راه ماشي بالضروري نقدر ندير هنا، وهذا راه نقدر ندير خدمه اخرى حيت قلت لك ما باش نكثر عليك، فراس نقدر نقول لك انا مثلا ندير لكم لا موسلين وهذا وهذا لكم الاخر مثلا نديرو غير في هذا، ونقدر ندير مثلا ليمونش بجوج يكونوا مثلا غير في لا موسلين يكونوا تخوسبان، ونقدر ندير جلاب في الشكل ديال الكسوه كنلعب على الكساف وكنجيبها حتى عند الحزام هنايا وكنجمعها، وداك الشيء اللي كاين في الثوب كله كنطلقه في جلال، عرفتي كيفاش كتجي؟ يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. مع رميسه كوني على يقين اختي، الا ما كانت شي فكره نيت اللي كتشغل بالنا حنا وكتعجبنا وكنتفقوا عليها وكل شيء كيقول اوكي، راه يعني راه ما تدخلش اختي، راه ما نقدرش نصورها وما نصورهاش وما عنديش وجه قاسي بحال شي ناس اللي مروم لون مع لون وكيقول لك هذا لون وهو غلط في اللون، الله يكون لي في العون تيلقى اللون. على ذكر اخويا بشاب زبناء ديالنا صراحه حتى هو راه جري وكياخذ المغامره معنا يعني وكيتيق في الذوق ديالنا، وما عندناش كليان عادي صراحه، ديما كنقولوا وكنقولها وانا هز راسي السما يعني ومفتخر بها، احسن كليان في المغرب كامل هو اللي عند اتو بروميس، يعني الكليان نقيبه اخويا بشاب كليان اللي كيكون صعيب صعيب بمعنى كيكون ذواق كيكون عارف شنو كيدير، هذاك بحال اللي كنقول كنبيع نشري انا وياه، بحال اللي محارب انا وياه، انا وياه في صراع، انا كنبغي نعصره ونجبد شنو عنده، وتوا كذلك كيجيب ذاك القوه اللي جاي عنده، بعض المرات كنخرجوا كيف كنقولوا تعادل، بعض المرات كيغلبني بعض المرات كنغلبوا، ولكن كنبقى ديما انا هو المجلد الكبير، علاش؟ حيت كناخذ من عند الاخت وكناخذ من عند الاخرى وكناخذ من عند الاخرى، كنلقى راسي يعني عنديش غنقول لك ما عرفتش اش غنسميها اخا محمد، يعني مجلدات ماشي غير مجلدات. وهنا خويا بشعيب هذه هي الحلاوه ديال رميسة، رميسة من نهار اللي الحمد لله بدينا وحنا كنقبلوا التحديات، تحدي من وراء تحدي، تحدي من وراء تحدي، السهله ما عزيزاش علينا، يعني الكليان ديالنا حتى هو كنستافدوا منه هو كيستافد منه بحال العائله. اييه دون شك، واللي بغيت نقول لكم هنا شعل اللون عاوتاني كيفاش داير، وبصحتكم وراحتكم، خديتي صحتك وراحتك ما خديتيش، خلي كومونتير تماك، خلي لايك او اي حاجه طاحت لك في بالك، ولا نقول لكم بالصحه والراحه ورمضان كريم، وتصوموا وتعاودوا وتصوموا وتعاودوا وتصوموا وتعاودوا، الله يتقبل منا ومنكم هذا الخير كامل ب 500 درهم 10000 و10000 ثمن زوين اللي هو السحق، وهذا بوحديته هو داري السحق كيف كنقولوا حتى اكثر من 300 درهم، حيت هذا الموسلين جورجيت راه ما كنهضرش كذاك الموسلين جورجيت تاع 4 دريال، هذا راه مدعون، هذا راه بوحديته كيديروا منه العجب اختي، هذا ديري منه لبسه وديري منه قفطان وديري منه فراش وعطى الله ما ديري فيه، علاش؟ شكون كيبقى لك؟ كيبقى لك انت تكوني الثقه في النفس وتقلبي على خياطه او فنانه اللي غتعاون معك وكوني عالقين بان ما غديري شي حاجه ما غاديش يديرها شي واحد اخر. بالصحه وراحه.